وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث وجهت الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد الشكر للنادي الأهلي على الجولة الترفيهية السياحية التي نظمتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة في منطقة الأهرامات اليوم الجمعة. وأكد لاعبو الفرق المختلفة على أن تنظيم الأهلي مثالي للغاية ويضاهي البطولات العالمية، وذلك ليس جديدا على النادي الأهلي صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة في كل أنحاء أفريقيا. وأثنى الجميع على قيام اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتوفير مرافقين لشرح المعالم الأثرية في منطقة الأهرامات بعدة لغات، إلى جانب توفير قوة أمنية لمرافقة تحركات الجميع، مما جعل الجولة تخرج بصورة مشرفة للغاية.